لتسليط الضوء أكثر على نفوذ الميليشيات الموالية لإيران في العراق وخطر الحرب، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية دكتور نعمة الراوي. مرحبا بك دكتور نعمة الراوي. أهلا وسهلا أخي العزيز. دكتور، البيت الأبيض هدد بالرد على قصف قاعدة عين الأسد، يعني كيف تنظر إلى هذا التهديد؟ إلى أي مدى ترى أن هناك ربما تحولا فعليا في نهج إدارة بايدن ضد إيران وميليشيات إيران؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أخي العزيز، صراحة كل هذه ما تقوم به إيران هو جس نبض للسياسة البايدنية، لأن بايدن أول ما كان هدفه الأساسي هو فتح صفحة جديدة مع النظام الإيراني، وخاصة العودة إلى الاتفاق النووي 2015. هذا كان الهدف الرئيسي، وهو بدأ بأي طرق يريد يتصالح مع النظام الإيراني، بدليل أنه أول هجوم مباشرة وجهه إلى الأطراف البعيدة مثل اليمن، مثل رفع عن قائمة الإرهابيين القتلة الحوثيين، وبعدين وقف الصفقات مع السعودية مع الإمارات، وتجاهل النظام الإيراني. لكن النظام الإيراني يريد يمعن في إذلال بايدن، وحرك ميليشياته والأخطبوط مالته في اليمن وفي العراق وفي سوريا. كل هذه شوف زادت الوتيرة في اليمن لضرب السعودية زاد، وفي العراق زادت الهجمات ضد المصالح الأمريكية. وهذا طبعا شيء يدلل اختبار لقوة بايدن وسياسة بايدن الجديدة. ومع الأسف الشديد يطلع لنا وزير خارجيته وإذا به يكرر بعض مقولات الأنظمة الخائبة أنه سنحتفظ بحق الرد وسنقوم بمحاسبة من كذا وكذا، ولم يكن هذه أمريكا القوة العظمى التي اجتاحت غدرا وخيانة لبلدين أفغانستان والعراق. وإذا أمام إيران تصبح قوة ضعيفة، قوة داري مخالب إيران وأطراف الإيرانية، وتبدي تمد لها سياسة لينة لتحقيق مصالحها. لكن النظام الإيراني يريد يجعل من بايدن مطيع للسياسة المستقبلية وليس السياسة الحالية. هناك أيضا دكتور تحذيرات دولية متصاعدة خلال مسار الأحداث، قد تصل ربما، يعني بحسب توقعات البعض يقول أنه ربما يتوقع أن تكون هناك حربا في العراق، تحدثت عنها أيضا دوائر غربية يعني بسبب سياسات الميليشيات. دكتور، كيف تنظر إلى تحركات الميليشيات في الفترة الأخيرة على المستوى السياسي والعسكري؟ حقيقة الميليشيات ستلعب دور أساسي في توجيه سدة السياسة في منطقة الشرق الأوسط، في منطقة وبالذات العراق، لأن العراق له دور أساسي استراتيجي في المنطقة. والآن كل أذناب إيران هم يتحكمون في العراق وعليه. إذا ما مست المصالح الأمريكية حقيقة أو قتل عدد من الأمريكان، فستكون هنالك أخي العزيز النظام الإيراني أشبه بالنظام الصهيوني، دائما وأبدا ينقل المعركة، بدأ ينقل وينفذ السياسة الصهيونية، نقل المعركة من أراضيه إلى أراضي الآخرين، ومن ثم القتلى ليسوا إيرانيين، الدمار في البنية التحتية ليس إيرانية، وعليه هو يضحي في العراق، يضحي في سوريا، يضحي في لبنان،
يضحي في اليمن من أجل تحقيق مصالحه. وهذا الشيء مع الأسف الشديد لضعف القوى العربية، وأستطيع أن أقول أنه قوة فاعلة وإنما قوة راكنة، قوة ضعيفة ليس لها دكتور قوة. بالانطلاق من تعهدات الكاظمي بتحجيم الميليشيات، وكذلك بالانطلاق من رهان الولايات المتحدة على الكاظمي من أجل فعل ذلك، يعني هذا الأمر هل تراه على أرض الواقع؟ يعني إلى أي مدى قد تحقق؟ حقيقة هذا رهان خاسر ومؤسفني. اليوم كنت أتحدث مع بعض الأصدقاء الإنجليز حول هذا الموضوع، فرهان خاسر. الكاظمي ليس أفضل من العبادي، وليس من أفضل من مهدي، وليس من أفضل من المالكي، وليس كلهم أدوات إيرانية تخدم المصالح الإيرانية، وليس لهم أي توجه أو يعني سمة عراقية يدافعون بها عن العراق وعروبة العراق ومصالح العراق، وإنما المصلحة الأساسية هي النظام الإيراني. نعم. طيب دكتور، يعني من يضع خارطة سياسة الميليشيات وكذلك الثوابت التي تسير عليها الميليشيات الآن خلال هذه المرحلة؟ الثوابت اللي تسير عليها هي ضرب قدر الإمكان ضرب المصالح الأمريكية ولو شكلية. ولهذا تشوف أنه اليوم لما 10 صواريخ وكل التحليلات والأعلام والقنوات تناقلت أنه لم يسقط ولو صاروخ واحد على القاعدة وإنما خارج القاعدة، فهي كلها جس نبض لبايدن ومدى استعداده والمدى اللي ممكن أن يستخدم بها القوة القاتلة ضد النظام الإيراني وضد الميليشيات. طيب الميليشيات الآن لها دور أساسي في إزعاج ودفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى التقرب من السياسة الإيرانية ولو قدر المستطاع، في سبيل أن تنجز ولو شيء أمام مجتمعها أمام جماهيرها داخل النظام الإيراني. وعليه فإن الميليشيات في العراق هي ما هي إلا ميليشيات في خدمة النظام. ولكن البعض يقول بأن الولايات المتحدة هي من سمحت للميليشيات بالتغول في المنطقة، ما هي المكاسب التي جنتها الولايات المتحدة من ذلك؟ أعجبني أخي الكريم، إذا ما أدري شفت أحد الأصدقاء أنه بريمر يقول لما دخلوا للعراق فيسأل أنه ليش مثلا أنتم الشيعة أنطيتهم كذا والكراد كذا السنة، يقول إحنا كلهم هذولي لقينا ناس من نتحدث معهم لكن السنة ليس لهم متحدث. زين ليش؟ لأن هذه أولاد عملاء، وأنا ما أقول كل الشيعة لا يمكن، ولا أقول كل الأكراد، لكن إلهم مكان معين يتحدث لبريمر وغير بريمر مع هؤلاء لتكوين حلف شيعي كردي ضد السنة. ليش؟ ما عندهم ناس يمثلون في ذلك الوقت عام 2003. لذلك النظام الإيراني والنظام الأمريكي لديهم مسحة من المساحة اللي ممكن أن يلتقون بها في تحقيق مصالح كل طرف للآخر وضرب المصالح العربية المشروعة في المنطقة. وهذه أول الغيث ما قام به بايدن ضد السعودية وضد الإمارات شكرا. لا نعرف القادم. شكرا لك دكتور نعمة الراوي الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا عبر سكايب من لندن.